أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، بادئا ببدء. أحيي مديرية شؤون الدينية والأوقاف وعلى رأسها السيد المدير المحترم، وأثني بالشكر على شيخي وأخي إمام هذا المسجد القطب الذي فتح لنا هذا الفضاء الطيب الكريم لكي نلتقي مع أبنائنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وبر وخير وتناصح وإسدال التوجيهات النافعة لأبنائنا وبناتنا. فأشكرهم على حفاوة الاستقبال وأقول لهم بارك الله في جهدكم وجعل كل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ما المقصود من اجتماعنا في هذا المسجد المبارك؟ جمعية كافل اليتيم الولائية، وهي تعتني بأبنائها وبناتها، تريد منهم أن يكونوا نشأة صالحة ومواطنين صالحين ومواطنات صالحات، ولا يكون ذلك إلا بالتربية والتكوين والتعليم والتوجيه والمرافقة. أنا أعرف أن البوي هذا يكون عنده ولاداته طالب به يبغيهم الخروج دائما وهم مخيرين في الناس، لا من ناحية الأخلاق ولا من ناحية الأداء ولا من ناحية العلم ولا من ناحية الصحة ولا من ناحية مناحي كل الحياة، يحوس يكونوا خير منه. وإحنا ما دام تلاقينا معكم من أول مرة وقلناكم باللي هذا وليدات وليداتنا وربي رشاد على ما نقوله، بغيناهم دائما يكونوا صالحين ويكونوا نافعين لأنفسهم ولغيرهم. لذلك إحنا واش نديروا؟ ماناش جمعية خيرية اجتماعية فقط، ما ناش جمعية تحوز غير الماكلة والشراب واللبسة وكذا، وإن كان هذا واجب، لكن نعرف بلي هذا الابن وهذه البنت تحتاج منا واحد الرعاية والضوء، نحسوها بلي هذا المجتمع تاعها، وبلي هذا الابن وهذه البنت اليوم راه صغير تاخذ ويكبر، وكيما كيكونوا صغير ونعتنوا به نربوه ونعلموه ونأدبوه ونحوسوا له غير صلاحه كي يكبر ينفع حتى نفسه عليه. بصح علاه تمناه وما عطينالوش هذيك القيمه وما عطينالوش هذيك الاعانه وهذاك التكافل، اكيد لا ينفع لا نفسه ولا اهله ولا غيره. حنا درنا هذا اللقاء شفنا المجتمع كراداي، ولقنا تعاون كل واحد من جهته، الأرملة من جهتها والعائلة من جهتها والجواري من جهتهم والإمام من جهته والأستاذ من جهته، وكل واحد والمكانة تاعه والمهمة تاعه، نتعاونوا على بال وليداتنا نحوسهم يطلعوا ويبتوا نباتا حسنا فيهم إن شاء الله، يخرج منهم الإيمان
ويخرج منهم الأستاذ ويخرج منهم الطبيب ويخرج منهم الطيار ويخرج منهم الشرطي ويخرج منهم الدركي ويخرج منهم رجل الأمن والجندي، لأن اليتم لم يكن يوما عيبا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتيما، ما اليتم عمره ما هو عيب وموش عقابة، والترنم الأرملة موش عيب، لا بالعكس، العلماء اللي خرجوا والعظماء اللي خرجوا والشهداء الكبار اللي دافعوا على هذا الوطن وكذا كانوا أيتام. اليتم حافز دافع بعد تكون تلو. لذلك كان هذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر في هذا الصرح والقطب الجامع هذا، وربي يبارك في القائمين على هذا الصرح، وبارك الله في الجميع، وشكرا ثانية للشيخ الفاضل والقائمين على هذا المسجد، وبارك الله في الجميع. وصلوا على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما. فلعلني والمشهد يثلج الصدر وله أثر على دموع الشفقة، لعلني أجدني مضطرا لأبدأ بما توقف عنده السيد الرئيس حال العربي جزاه الله خير مشكور. فاليتم ليس عيبا حقيقة، فإن الذي ولد يتيما هو الذي بنى الدولة الإسلامية. الذي ولد يتيما هو خاتم الأنبياء، الذي ولد يتيما هو سيد القومين والثقلين والفارقين من عرض ومن عجل. فقبل أن نخاطب هذا النشأ، أسأل الله أن يكون نشأ مبارك، أخاطب الأمة الكريمة، أخاطب الأمة الكريمة التي تركت زينة الدنيا وزخارفها من أجل هذا الصبي أن يكون رجلا. العظماء في إسلامنا تربوا على يد الأمهات، تربوا على يد الأمهات، سيدنا الإمام مالك، أبو حنيفة، الليث بن سعد، سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، هذا الفضائل، هذا العلماء تربوا على يدي أمهاتهم وأصبحوا عظاما يشار إليهم البنات. فأنت الكريمة ومفتاح الجنة بيدك، لأن الله تعالى قال عن تلك المرأة التي امتنعت عن زخارف الدنيا وامتنعت عن زينة نفسها لأجل أن لا تتزوج ترب الأيتام. قال الله تعالى في حقها: وأنكحوا الأيامى الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الآية هي التي حبست نفسها على يتامى وامتنعت عن زخارف الدنيا ومتعها. فهنيئا لك أيتها الأم الكريمة أن مفتاح الجنة بيدك، تكفلين اليتيم ربي، وإن شاء الله تعالى ربي ما يخيبكش في هذا الابن، ما يخيبكش في هذا البنت. قل أمين. إن شاء الله رب العالمين ربي ما يخيبكش في هذا البنت، هذا الابن وهذا البنت. وهذا النشأ الكريم، هذا النشأ الكريم هما الصبايا تكفله هذه الجمعية، وعلى رأسها شيخنا الصحيح العربي تكفله هذه الجمعية. فهو عمل ليس العمل السهل والهين، فكل الشكر ايضا السيد الوالي جزاه الله بالخير اللي اتاه من الفرصه ان ندير هذا اللقاء بين جمعيه كهف اليتيم، بين مديريه الشؤون الدينيه وفتح مساجدها وفتح مسجد الولايه لاستقبال هذا النشاط الطيب المبارك. فسيدي الحاج العربي
طاقمكم إلا بمعرفة المعرفة، هنيئا لكم مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن رسول الله خاتم وكهف اليتيم كهفين، هنيئا لكم وجزاكم الله بالخير. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا النشر الذي ترعون أو تحت رعايتكم أن يكون إن شاء الله ذخرا وسلفا لكم في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الوليدات، هذه الوليدات كان لقاء هي فكرة السحر العربي أنهم مشركون قالوا معه الجامع نسجد على المسجد. أولا أنه يعرف المسلم يكون عنده هيبة على الجامع وليعرف الجامع، ودخول بيت الله عز وجل يحببه أو يحببه إلى نفسه، وبالتالي إذا أحب بيت الله أحب الصلاة أحب الوضوء أحب قراءة القرآن. وإن شاء الله تعالى هذا الميلة ما إن شاء الله إذا قرأ القرآن الكريم يكون صالحين، علمه القرآن والقرآن يعلمه كل شيء والقرآن يعلمه كل شيء. فإن شاء الله هذه الميلات حافظوا عليهم، أن هذه الجمعية فرعاهم حافظوا عليهم. هذه وصية لمن يرعى هذا الصبي وهذه الصبية، حافظوا عليهم وخلوهم عنه تكون لهم بينهم وبين بيوت الله ومساجد الله تكون لهم علاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله صلاح الدين الأيوبي هناك راحت هذه التحسيسية لقضية التدخين والمخدرات. يعني هو رسالة للشباب، ستوجد الشباب إن شاء الله رب يقربوا المساجد والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عملية تحسيسية في مسجد صلاح الدين الأيوبي عن المخدرات، نذر الشباب التقرب من المساجد والله وقراءة القرآن الكريم، تباعد عن المخدرات والإرهاق الاجتماعي تؤثر على الجسد نفسيا، تبعدك عن صلة بالله.